تلاميذ بكالوريا 2024، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو اللي من خلاله راح نحل موضوع بكالوريا سابق. الموضوع هذا هو موضوع بكالوريا خاص بعام 2000، دورة 2023، خاص بالشعب العلمية. بطبيعة الحال احنا المواضيع كي نحلوهم راهين المواضيع هذو راح يكونوا موجهين لجميع الشعب، يعني الشعب الأدبية والشعب العلمية، شعبة اللغات الأجنبية، هذو كامل يقدروا يقرأوا من هذا الحلول تاع المواضيع، لأنه تقريبا نفس البرنامج هو موجه لجميع الشعب. اليوم بإذن الله راح نحلوا هذا الموضوع اللي كان تقريبا كابوس للعلميين في بكالوريا 2023. يعني بزاف تلاميذ جاهم الموضوع هذا صعيب، لكن الحقيقة تثبت عكس ذلك. الموضوع هذا كان في غاية السهولة، وأغلب التلاميذ ما كانش عندهم المنهجية الصحيحة للإجابة على مواضيع البكالوريا. كما نجي نشوفوا الموضوع هذا تاعنا تاع نهار اليوم، عندي لهنا رونتيت ولا لو شابو. هنا لو شابو هذا ماهوش تابع للنص، هذا لو شابو وحده والنص وحده. لو شابو هذا راح يعطينا اوني دي جينيرال سور لو تيم دي تيكست، يعطينا فكره عامه حول موضوع النص. كي نروحوا هنا لا سورس، عندي لو نون دو لوتور سي فرحه عباس، اوتوبسي دون غير لوغور، هذا هي لا سورس ولا لو ليفغ اللي جبنا منه النص هذا. عندي لهنا لا دات تاع النشر تاع الكتاب هذا هو 2011، التاريخ تاعو هو 2011. لهنا لا ميزون ديديسيون الجي ليفغ اديسيون، هذه هي دار النشر. وعندي لا باج هي 152 154. نجيو نقراو هنا لو شابو. عندي قال لك فيغور دو لا ريفوليسيون الجيريان، هي وجه من وجوه الثوره الجزائريه. لوتور تيمواني، واش معناها لهنا لوتور تيمواني؟ لهنا لوتور يشهد، يمد شهاده تاريخيه. هنا سا فو دير لوتور اي تيموان، الكاتب اللي هنا راه سي تان تيموان، شاهد على الاحداث التاريخيه. ici du parcours de milliers de paysans anonymes، لهنا الكاتب هو شاهد على مسيرة الآلاف من الناس القرويين، لي بيزون، الناس القرويين المجهولين، يعني ما همش معروفين بطبيعة الحال. devenu plus tard جنود de l'armée de libération nationale، يعني بعد مدة أصبحوا جنود في جيش التحرير الوطني. كيدير لك لهنا على آيلان معناها جيش التحرير الوطني. هذا لو شابو. هنا اعطانا اوني دي جينيرال على موضوع النص، اللي هو اللي هنا راه يتكلمنا عليه لي بيزون، هنا الناس القرويين ولا الناس اللي يعيشوا في القرى والمداشر هنا، والعلاقه تاعهم بلارمي دو ليبراسيون ناسيونال ولا لا ريفوليسيون الجيريان، العلاقه تاعهم بجيش التحرير الوطني ولا بالثوره الجزائريه. نبداو نقراو النص يعني لهنا. قال لك دون لي جبل، لهنا استعمل هذا المصطلح هو لي جبل. لا غير سانستالي اي بروغريسي، هنا الحرب يعني كانت كاينه واشاك فوا تتطور يوم بعد يوم. نو بيزون، لهنا نو هذا سيتين مارك دو سوبجيكتيفيتي، يعني ذاتيه الكاتب. نو لهنا سيتين مارك دو سوبجيكتيفيتي. نو بيزون يعني القرويين، باسي ان سيغتان طون دوبسيرفاسيون، يعني قال لك كي بدات الحرب ولا بدات لا غير دو ليبيراسيون ناسيونال، الناس القرويين كانوا يفوتوا وقت ملاحظة دو كرينت اي داتونتيزم، يعني كانوا يفوتوا وقت من الملاحظة، من الخوف ومن الانتظار. داكور، سو ريفيي او كومبا، وكانوا كل يوم ينوضوا على الحرب، اصوات الحرب. بور سولوي كي لي كوني، يعني الشخص الذي يعرفهم، إيل سون دون لا بروبورسيون دو 70% دو غيريي اون بويسونس،
كانوا يمثلون 70% من الجنود في جيش التحرير الوطني. Tenir un fusil et faire parler la poudre est le rêve de nos compagnards. قال لك هنا يعني حمل سلاح و يعني اطلاق الرصاص فيغ باغلي لا بودغ، لان لا بودغ معناها يعني الغبره هذيك اللي يستعملوها في السلاح. اي لو غيف هو حلم كل واحد من هاد لي بيزون. داكور، هذا لو برومي باراغراف. نروح لو دوزيام باراغراف. قال لك جي ايتي الفي او ميليو دو، يعني تربيت في وسط هاد القرويين. هنا واش يعطينا؟ يعطينا باللي فرحات عباس هو كان من بين يعني تربى وعاش في القريه. داكور، جي ايتي الفي او ميليو دو، يعني بينهم. جو كوني لو كوراج، كنت اعرف شجاعتهم. لو ابتيتود او كومبا، وجاهزيتهم للحرب. leur astuce et leur faiblesse humaine، يعني كان يعرف كل حاجة على هذا الناس القرويين. il ناس، il يعني هم، يعني les paysans. il ناس ولدوا وكبروا et grandissent dans une uniformité monotone، يعني عاشوا يعني كب يعني زادوا وعاشوا وكبروا في واحد البيئة، يعني بيئة واحدة monotone. Ils vont à l'école coranique. كانوا يروحوا للمدرسة القرآنية. S'il y en a une dans la mishta. لهنا la mishta معناها يعني الدشرة. وهنا عطانا l'explication تاعها. مشتا دشرة، دوار، عمو، فيلاج. قال لك إذا كانت كاينة يونيكول كورانيك في الدوار، يروحوا يقراوا في هذه المدرسة القرآنية. un peu plus âgé il s'occupe، يعني اللي كانوا كبار، يعني القرويين هذو كي يكبروا شويه يعني فوتو 60 سنه. il s'occupe des chèvres، il s'occupe des chèvres، يعني كانوا يروحوا يرعاو الغنم والماعز. plus difficile à garder، plus difficile à garder، هنا معناها la chèvre، les chèvres هما كانوا plus difficile à garder، يعني كان من الصعب انك تتحكم في الماعز كي يكون يرعى. داكور، entre 20 et 25 ans، ما بين 20 و 25 سنة، il passe à la charrue et commence à aller dans les marchés. يعني كي هذا القروي كي يلحقوا 20 سنة 25 سنة، يبداو يروحوا لي مارشي ويمارسوا التجارة. puis il se marie، بعدها يتزوجون. داكور، de leur jeunesse، يعني في شبابهم. il irrite la connaissance des pays، يعني كي يكونوا صغار كانوا يعرفون الوطن، يعرفون المكان اللي يعيشوا فيه اللي هو الجبال، الاماكن هذيك تاع يعني المداشر الى اخره. la montagne، الجبل. la montagne n'a plus de secret pour eux، يعني الجبل ما عنده حتى سر بالنسبه اليهم. il vous indique le moindre ravin، كان ينعت لك يعني ابسط الاماكن ولا اصغر الاماكن في الجبل ينعتهم لك. la place des rochers، اماكن الصخور. celle des ruisseaux، والجداول والانهار. des buissons الى اخره، يعني يعطي لك اي حاجه ينعتها لك في الجبل. كان يعرف بيئه الجبل. ce sont des ces connaissances qu'il met au service de la haine. هنا قال لك لي كونيسونس هادو، il vous indique le moindre ravin، la place des rochers، الاماكن هادو في لا مونتاني كانوا يعني كانوا في خدمه جيش التحرير الوطني. جيش التحرير الوطني يحتاج لناس يعرفوا الجبل. quand ont-ils appris، quand ont-ils appris à se servir d'un fusil au gré des mariages، des parties de chasse، des battues au sanglier. هنا قال لك وقتها يكونوا يتعلموا حمل السلاح، يتعلموه في الاعراس. في الاعراس كانوا يستعملوا السلاح. دي بارتي دو شاس، في الصيد. دي باتي او سونغولي. هنا واش يقول لك؟ ا ليبوك او جو فوزي مون سيرفيس ميليتير اي ميز ايتود. هنا دوكا فرحات عباس يبدا يتكلم على نفسه، يبدا يتكلم على نفسه. يقول لك في زمن مضى كي كملت الخدمه الوطنيه، سيرفيس ميليتير اي ميز ايتود، والقرايه تاعي،
ما غون ديستراكسيون اكبر حاجه تلهيني وكنت حاب نديرها ايتي دو غوتورني او دوار، كنت حاب نرجع للدوار تاعي ايدالي على شاز واذهب الى الصيد افيك او، يعني نروح نمارس الصيد مع الناس القرويين. il suffisait d'en parler pour qu'il soit prêt، يعني كان يكفي انك تقول لهم نروحوا للصيد باه يكونوا واجدين ويروحوا يديروا خرجه للصيد. جي كوني parmi eux de grands chasseurs، عرفت من بينهم يعني صيادين كبار، دي تيغور ديليت يعني وقرناصين من قرناصين نخبه، يعني كانوا يعني عندهم مهاره كبيره. لا غير دالجيري اون افي دي جنود، يعني قال لك حرب الجزائر دارت يعني كونت جنود. بوكو parmi eux mourront، يعني بزاف منهم ماتوا. مي ايل سو ريفيلرون دو روتو طابل ماكيزار، يعني دارت منهم يعني دي ماكيزار معناها دي مجاهدين دي كومباتون كبار، وكان فرنسا تخاف منهم. ابيل واش معناها ابيل؟ معناها عندهم مهاره خارقه. تيرون افونتاج دو ريليف دو تيغا، وكان عندهم واحد لافونتاج انهم يعرفوا المنطقه تضاريس المنطقه. ميلي او مجاهدين فوني دو لا فيل، يعني كانوا خير من المجاهدين اللي جاو من المدينه. ايل دونغون على ايلين سي غون دو فيرسو، ومدوا الجيش التحرير الوطني سي غون دو فيرسو. واش معناها فيرسو؟ معناها دي كاليتي دي فالور، مدوا واحد لي كاليتي واحد القيمه للجيش التحرير الوطني. واش هي هاد القيم هادو؟ غابيديتي دون لاتاك، يعني سرعه في الهجوم. ديكروشاج غروند مارش، يعني يقدروا يمشيو المسافات طويله. اي نوفيل اتاك، يعني هجوم جديد، والله هجوم بصفه مختلفه. ا كلكو جوز بري سي بيزون سو روسومبل، قال لك هاد لي بيزون سو روسومبل، يعني تشابهوا. دون لي زوغاس، يعني لي بيزون تاع لي زوغاس الاوراس. لو نور كونستانتينوا، يعني الشمال القسنطيني. اون كابيلي دون لارجيغوا لوغاني لو سود ايل تيان تيت ا اون بويسونس ارمي، الحاجه اللي كانوا يشتركوا فيها ويتشابهوا فيها في جميع مناطق الجزائر انهم عندهم اون بويسونس، واحد القدره عسكريه. مالغري لافياسيون، مالغري لافياسيون يعني حر، يعني سلاح الجو الفرنسي. لو نابالم l'artillerie, les chars, la technique des généraux de l'armée française, ces hommes devenus colonels. يعني على الرغم من قوة الجيش الفرنسي وقوة فرنسا، إلا أنه هاد الناس القرويين devenus des colonels, des commandants, des capitaines, des جنود inventent chaque jour une tactique nouvelle. يعني كل مرة في كل يوم يديروا تقنيات جديدة للحرب. Pour survivre, من أجل الصمود et durer. Il porte souvent à l'armée française des coups très durs. هنا قال لك على الرغم من انه الجيش الفرنسي كان عنده قوه وعنده اسلحه متطوره، الا انه هذا القرويين يعني هزموا فرنسا اشد الهزيمه. دونك هذا هو النص تاعنا. نروحو دوكا لي كاستيون. في لا بروميير كاستيون واش قال لك؟ قال لك هنا l'idée principale traitée dans ce texte est la vie et l'engagement. Là هنا عندي la vie et l'engagement، عندي la vie et l'engagement، عندي la vie et l'engagement نفسهم. هنا عندي des paysans وهنا دي جنود وهنا دي paysans. هنا وين هي الكلمه اللي هي اشاك فوا تتعاود في النص تاعنا؟ هي لي بيزون. دونك انا لهنا الجنود لا دوزيام بروبوزيسيون لهنا، هذه سيفون ماهيش هي الاجابه الصحيحه. هنا عندي دي بيزون، هنا قال لي ابري وهنا قال لي افون اي بوندون، افون قبل وبوندون خلال، ولهنا ابري بعد. هنا لا غير دو لالجيري، لا غير دو لالجيري، لا غير دالجيري. هنا لا في اي لونغاجمون يعني حياه القرويين قبل، هنا ويتكلم لي قبل حرب الجزائر، ولا هنا يتكلم لي بعد حرب الجزائر، ولا قبل وخلال حرب الجزائر. سي بيان سور لهنا يتكلم لي على لا في اي لونغاجمون دي بيزون افون اي بوندون لا غير دالجيري.
داكور، هنا هذه هي الإجابة الصحيحة. هنا في الإجابة نجي نجاوب هنا في الإجابة، نروح نكتب ديريكتومون كومبريونسيون دو ليكري compréhension de l'écrit. هنا نكتب له نقول له ليدي برينسيبال رقم واحد، لهنا عندي ليدي برينسيبال دو سو تيكست اي، ونروح نكتب له الاجابه لهنا عندي لافي اي لونغاجمون، لافي اي لونغاجمون et l'engagement des paysans avant et pendant la guerre d'Algérie. La deuxième question, ce sont La deuxième question, Gali, ce sont ses connaissances. Ce sont ses connaissances. Ce sont ses connaissances qu'il met au service de la LN. يعني هذا المعارف والله هذا المكتسبات اللي هي في خدمة جيش التحرير الوطني. قال لك غولوفي دو تيكست لي كاتر كونيسونس، يعني اربع المعارف اللي كانوا عند لي بيزون هادو، ديجا كنا شفناهم هنا كي قال لي سو سون سي كونيسونس. نروح قبلها عندي هنا واش قال لي، il hérite la connaissance du pays, la montagne n'a plus de secret pour eux. Il vous indique le moindre ravin, la place des rochers, celle des ruisseaux, des buissons. يعني المعارف تاع الجبل، يعني كان يعرف الجبل بشكل جيد. دونك لهنا نقول له لي كاتر كونيسونس هنا نكتب له ا بي سي اي دي، نجبدهم له ديريكتومون النص، نجبد له هذه عندي عندي لي كونيسونس هي عندي il vous indique le moindre ravin, la place des rochers, celle des ruisseaux, des buissons. يعني هذه هي الاولى A B C et D. D'accord. Donc, alors, la troisième question, tenir un fusil et faire parler la poudre, d'après le texte, cette expression signifie. Prendre les armes pour faire la guerre, يعني حمل السلاح من أجل الحرب, ou bien حمل السلاح pour aller à la chasse. يعني من اجل الذهاب الى الصيد والله بوغ سي ليبغي ان مارياج من اجل العرس. يعني وش يعني بها تونيغ ان فيزي معناها لارم السلاح حمل السلاح. هنا وش يقصد بها؟ يقصد بها لاغير، ما دام راه يتكلم على الثوره الجزائريه معناها لاغير، ماشي يروح للباهي يروح للصيد والله بوغ سي ليبغي ان مارياج. دونك عندي لهنا تخوازيام كيسيون، نقول له سيت Cette expression veut dire prendre les armes pour faire la guerre. La quatrième question. هنا قال لي ليزي لي بروبوزيسيون سي دوسو بوي ريبوندي بار فري او فو، اجب بصحيح او خطا. هنا لي بيزون اون بري رابيدمون لي زارم دي لو دوبي دو لا غير، قال لك يعني هذا الناس القرويين هذو حملوا السلاح بسرعه
منذ بداية الحرب. هنا في النص، يروح للنص وش يقول لي؟ يقول لي نو بيزون باسي ان سيرتان طون دوبسيرفاسيون دو كرينت اي داتونتيسم. داكور، يعني كي كانت الحرب لا غير سانستالي اي بروغريسي اي بروغريسي نو بيزون باسي ان سيرتان طون، يعني كانت ديال الحرب قائمه كانت تتطور في كل مره، لكن لي بيزون كانوا واش يديروا؟ il observe لهنا la crainte et l'attentisme. donc لهنا c'est faux. عندي A faux. B la deuxième phrase قال لي le narrateur، لهنا le narrateur هو فرحة عباس، était étranger au milieu paysan. قال لك كان غريب عن الوسط القروي. داكور، الوسط القروي يعني ما كانش انسان من القرية، يعني مش اصله من القرى. هنا سيفو يعني يقول لك هنا جي اي تي ال في او ميليو دو، جي اي تي ال في دونك لهنا سي فو. دوزيام بي سي فو. بعدها عندي لا ترويزيام كيسيون، لا ترويزيام فراز، قال لي لي بيزون اونتيتي دان غران ابور pour la LN. كان عندهم اضافه كبيره للجيش التحرير الوطني. هنا سي فري فري. عندي لهنا دي، في الدي واش يقول لك؟ quelque soit le région les جنود ont combattu un ennemi lourdement armé. قال لك على الرغم من انه مهما اختلفت المناطق، هذو لي جنود حاربوا عدو كان مسلح بطريقة كبيرة جدا. دونك هنا سي فري. نروحو لا سينكيام، لا سينكيام كيسيون. واش قال لي؟ قال لي هنا سوا لي مو اي اكسبريسيون سويفون. قال لي كوراج، رابيديتي دون لاتاك، غران شاسور، ودوطابل ماكيزار، ابيل اي كونيسونس دو بي. قد كلاسي لي سولون كي لغونفوا او. عندي بيزون افون دو روجواندر لا ال ان، اي بيزون دون لي رون دو لا ال ان. داكور، الاسئله اللي كيما هذه دو جور نقول لكم باللي ايسي وديروا ان طابلو هكذا باش الاجابه تاعكم تكون منظمه. عندي هنا واش نكتب؟ نكتب بيزون avant de rejoindre la LN. وهنا paysan، هنا paysan avant de rejoindre la LN، يعني قبل انضمام الجيش التحرير الوطني، ولا هنا paysan dans les rangs، يعني عند الانضمام، يعني قبل وعند الانضمام، ولا كي كانوا منضمين. هنا عندي لو كوراج الشجاعه. اسكو لي بيزون هذه الشجاعه كانت عندهم قبل ما ينضموا للجيش التحرير الوطني، ولا كي انضموا؟ داكور، لهنا وين يتكلم عليها في لو كوراج؟ قال لي جيتي الفي او ميليو دو جو كوني لو كوراج، يعني لو كوراج هذا كان افون. دونك رقم واحد نكتبها لهنا. نتوما هنا في الاجابه هذه تكتبوها كيما راهي، تكتبوا الكلمات كيما راهم، ما ديروش الارقام. داكور، زيد عندي رابيديتي دون لاتاك، السرعه في الهجوم. رابيديتي دون لاتاك، عندي لهنا دي بيزون دون لي رون دو لا الين. هنا لا دوزيام. بعدها قال لي غران شاسور، يعني صيادين كبار. دونك لهنا افون. بعدها عندي غودو طابل ماكيزار، تقولو مجاهدين، يعني لهنا بيزون دون لي رون دو لا ال ان. بعدها زاد عطالي لهنا ابيل، واش معناها ابيل؟ يعني ماهرين، يعني افون. 5 وعندي لا ديرنيير هي كونيسونس دي بي،
معرفه الوطن. عفوا هنا ابيل راح نشوف وراه هنا مي il se révéleront de redoutables maquisards habiles. هنا habile ماشي avant, c'est dans les rangs des de la ALN. La dernière نجي لهنا هنا واش عندي عندي connaissance du pays معرفة الوطن يعني معرفة الجبل لهنا سي افون دو روجواندر لا ايلان هنا سيس نديروها لا دوكا نروحو لا سيزيام كيسيون واش قال لي دون لي زيكس خيسي دو سو ا كي رونفوا شاكان دي مو سويفون جو او ايل افيك اس قال لي لهنا ا كي معناها راح ترجع لاشخاص ماشي ان اوبجي ا كي معناها ترجع لاشخاص عندي لهنا لو جو هنا لا سيزيام كيسيون عندي لو جو علامة ترجع ترجع على لوتور لوتور اللي هو فرحات عباس هنا او وعندي ايل افيك اس هنا الاو وراهي راهي في لو كاتريام باراغراف نروح انا للكاتريام باراغراف عندي لهنا 1 2 3 4 هنا بارميو هنا نرجع قبلها نحوس على الكلمة اللي ترجع لي على أشخاص هنا دي جنود داكور دونك لهنا أو غنفوا على دي جنود هنا عندي عندي الإيل أفيك إس دونك لهنا هنا إيل تيان il tient tête à une puissance armée لهنا il tient tête à une puissance armée كي نرجع قبلها لهنا الكلمه هذه il avec نرجع لها كلمه تكون pluriel masculin pluriel يعني مذكر جمع كي نروح نرجع قبلها نرجع هنا قبلها عندي ces paysans دونك il لهنا ترجع الى ces paysan. La septième question. Andy, à travers ce texte, l'auteur veut, là, c'est la visée communicative. La visée communicative, est-ce que raconter la vie quotidienne, يعني راح يحكي في الحياة اليومية تاع الناس القراويين durant la guerre de l'indépendance, est-ce que rendre hommage aux paysans qui ont rejoint les rangs de la ALN, يعني يمجد في القراويين الذين انضموا للثوره الجزائريه ولا دينونسي لا نون بارتيسيباسيون يعني تنديد عدم مشاركه القراويين في حرب الجزائر هنا سي بيان سور هنا سي غوندغ اوماج دونك لهنا واش نقولوا نقولوا لوتور فو نقولوا غوندغ اوماج aux paysans. On continue la huitième. La huitième question, c'est la question de réflexion. À quelque chose près, ces paysans se ressemblent. يعني كان هذا الناس القراويين يتشابهون عندهم وجه شبه. Dans les Aurès, le nord constantinois, en Kabylie, dans la Gironde, l'Oranie, le sud, يعني في كل مكان في الجزائر هذا الناس هذا القرويين هذو كانوا يتشابهون il tient tête à une puissance armée كانوا يقفون في وجه قوة مسلحة اللي هي فرنسا قال لك à votre avis qu'est-ce qui a favorisé cette ressemblance يعني ما سبب هذا التشابه يعني واش الحاجة اللي تخلي هذا لي بيزون هادو يتشابهوا في يتشابهوا كيكونوا في وجه القوه المسلحه الفرنسيه قال لك ريبوندي اون دو ا تخوا ليني الحاجه الاولى اللي نشوفها لهنا انه عطى لي ا فوتر افي وهنا راه كتبها لك اون غرا دونك انا لهنا واش نقول له نقول له ا مون افي من بعد نكتب له صيغه الاجابه
هنا ceux qui a favorisé favorisé cette ressemblance نقولوا ceux qui a favorisé cette ressemblance اي وهنا ندير له نقطتين ونكتب له مطتين هنا مطتين داكور لهنا واش الحاجه اللي تخلي هذا القراوين هذو يتشابهوا عندهم اوجه تشابه بينهم في جميع يعني مناطق الجزائر هي عندي لو كوراج مثلا يعني الشجاعه لو كوراج اي لامور لامور دي بي حب الوطن داكور عندي ثاني هنا ثاني نقدر نقول لامور حب لامور دو لا ليبرتي حب الحرية داكور هكذا تكون الإجابة تاعي نكتب له ليكسبريسيون دو لوبينيون ونحترم ما نفوتلوش ثلاث أسطر يعني ماكسيموم ندير له ثلاث أسطر داكور هذا هي كان الموضوع تاعنا تاع نهار اليوم بكالوريا 2023 حليناه وتعلمنا منهجية الإجابة دوكا بعد إن شاء الله بعد الفيديو هذا راح نتلقاو لو كونت روندو أوبجيكتيف راح نكتبو لاكروش وراح نزيدو نتعلمو كيفاه نخرجو الأفكار ونديروها في الملخص نكون هنا وصلنا للافان تاع لا فيديو هذه ما تنساوش ديروا لنا الاشتراك في القناه وتدخلوا لنا جيم لا فيديو هذه وتبارطاجيو لا فيديو هذه مع الزملاء تاعكم مع اصحابكم مع اي واحد تعرفوا راح يترشح شهاده البكالوريا 2024 باذن الله نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم.